لو الحكاية فيها إن فيتو نجيب الراجل باك اليمين الأساسي لمنتخب تونس، ده اللي بنستقبله. اللي احنا بقى بنودعه، وأنا قعدت أطفش الناس وأقول شروط تحفيزية، هو حتى جالي البيت لأن عارف إنك عيان جزار، قلت له بص امشي يا ابني مش هتمشي. كلمني هنا بريدة، كلمني قبل هيبة بصراحة، عادي مسافة دي ما عندهاش مشكلة، حاجة راقية وبسيطة. بس أنا محتاج وزير الدفاع، لكن قدام رغبته ورغبة رئيس اتحاد الكورة والمشرف على الفريق الأول في المنتخب مصر، كان لازم نستجيب. والناس جت تتفاوض معايا اهو، احنا كنا بادئين طبعا انا يعني